السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، فيما مضى قلت لي بأنني تركت ركن السعي بين الصفا والمروة، وقلت لي يجب إعادته، ونويت أن أقوم بعمرة في رمضان. هل أبدأ بالسعي أم أقوم بالعمرة ثم السعي؟ لا، أول شيء تكملي العمرة السابقة التي فيها شوط ناقص. هو الحج السابق. نعم، أنا تركت السعي الحج. تركت السعي كله. قمت بالحج في 2011. طيب. فإنني قمت بسعي سعي العمرة ولم أقم بسعي الحج. وحجيتي تمتعا. تمتعا. إذن الآن تذهبين وتعملين سعي الحج أولا، ثم تذهبين وتحرمين بالعمرة. يعني أنت الآن عليك إكمال الحج السابق، يعني الحج السابق لا زال معلقا لأنه في ركن ما سويتيه، فعليك أن تذهبي أولا بدون إحرام، تذهبي لإكمال الحج السابق. بعد ما تخلصي الحج السابق، إذا أردت تعملي عمرة، تطلعي إلى الحل وتحرمي بالعمرة وتأتي بها، لأنك إلى الآن لازال الحج عندك معلقا حتى تتميه. نعم. طيب، حرم من مسجد سيدة عائشة؟ لا مانع، بعد الحج، بعد ما تخلص الحج، تسوي السعي الحج، تذهبي إلى الحل، مسجد عائشة رضي الله عنها مثلا، وتحرمين بعمرة وتدخلين للطواف والسعي.